كنظن المقابله عرفت واحد نديه واحد تنافسيه كبيره. الوليدات ممكن نكونوا فخورين بهم. قدموا مقابله رجوليه وحاولوا انهم رغم الاكراهات اللي كاينه الملعب جو بونس ان بولوز ان براتيكابل. الظروف اللي دارت فيها المقابله كذلك كما قلتوا جوج ضربات الجزاء واضحه ما تعلنش عليها وضربه الجزاء اللي خياليه تعلن عليها. فكنتمنى من الحكم انهم يبقاو اكثر تركيز ويحاولوا انهم يعطيو الكوليدي حقا لان الفرق كتستعد للموسم كتبذل مجهودات كبيره. فما يمكنش يجي حكم في اخر الاسبوع ويضيع كل المجهودات المبذوله. كنتمنى ان اللاعبين يبقوا في هذه الديناميه. كانوا في حاضرين ذهنيا وعبروا على 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 يعني الرغبه ديالهم انهم يحققوا نتيجه ايجابيه حتى لاخر لحظه. مالوروزمون ما استطعناش اننا نسجلوا ولكن يعني الفريق كيبشر بالخير. وكنتمنى من جميع الفعاليات في مدينه القنيطره انهم يلتفوا حول الفريق ويساندوا وان شاء الله المستقبل غيكون افضل. بعد غياب مده طويله ديال جماهير القنيطريه اليوم كنشوفوا جمهور قوي متواجد بحراره، شنو الراي ديالك في الجمهور ديال حلال ابويز؟ يعني معروف يعني بالحماس الكبير ديالو بالتشجيع المشروط للاعبين والفريق. كنشكرهم على الدعم ديالهم، كانوا ورانا وحنا دائما واعيين بالمسؤوليه الملقات على العاتق ديالنا لاعبين اطقم طبيه وتقنيه كذلك سميتو. كنستحضروا دائما الحضور ديال الجماهير ديالنا وكنديروا كل ما في الوسع ديالنا باش يمكن لينا نرضيهم ندخلوا علينا الفرحه وعليهم كذلك. بالنسبه للمباراه ككل حنا كنا عارفين المقابله ما غاديش تكون سهله علينا نظرا للتاريخ ديال الكاك والقيمه اللي عند الكاك. بالنسبه لنا كنا منتظر المقابله غادي تكون صعيبه وصعيبه بزاف. هادشي اللي شفنا في التيران الملعب ما عاوناش سيرتو حنايا اللي عندنا دراري صغار في فلاج وصغار في البنيه الجسديه ديالهم كنحاولوا نلعبوا في الارض التيران رغم لينا باش نلعبوا واحد لاعب اخر ماشي ديالنا. مي الدراري طبقوا دوك التعليمات اللي عطيناهم حاولنا نلعبوا على الدوزيام بالو نلعبوا فير لافو ترونزيسيون شكون عندنا فير لافو. الحمد لله جات لنا ضربه جزاء اللي ما كتبش الله باش تماركا الكره هي هذيك. كنشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها. قبل ما يصفر الاربيط على نهايه المباراه شفنا واحد اللاعب اللي سقط في الارض، ممكن نعرفوا الحاله الصحيه ديالو؟ تقدر انا سولت قالوا لي ما عندوش شي حاجه صعيبه مي غنشوفوا الطبيب راه مشى للكلينيك. نتمنى من الله يكون بخير وعلى خير. شنو كنطلبوا منه ومن هذه المباراه كنبغي نشكر الجمهور ديال الكاك اللي بكل صراحه غيور على الفرقه ديالو وكنتمنى لهم باش ان شاء الله يحققوا الصعود ولما لا يلعبوا في كاس الوطني ان شاء الله. اليوم شفنا جمهور الكاكب جمهور حلاله بويز بحراره بكثره كتشجع هنايا لكن غياب تام للجمهور ديالنا. الجمهور ديال الكاك خصك تعرفي اختي واحد القضيه ملي كنت انا باقي كنلعب الجمهور ديال الكاك من احسن الجماهير اللي كاينه في المغرب ماشي نعم. مجامله ماشي كرم الورود عليهم من احسن الجماهير لا في لا ديسيبلين ديالهم في التشجيع ولا الحضاره ديالهم اللي كيشجعوا بها. كنتمنى من المسؤولين ديال القنيطره باش يديروا اليد في اليد باش تكون عندهم فرقه قد الحجم ديال الجمهور ديالها.